أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نقول له واحد رسالة سيدنا ونقول له هذا الشاب هذا اللي مشى ضحية مشى ضحية الإهمال السلطات مشى ضحية أطر الخبز ديالو مشاش ما تيسرق ما تينهب ما تيكريسي مشى ياكل قفط الخبز ديالو مشى شرى الحوت ديالو من المينا وجاي يبيعو مشى ضحية وتنطاو لسيدنا بيان قلب أن البلاد هادي بلاد آمنة كاع الدول تيحسدونا عليها كل شيء فيها موجود واش هاد السيد هذا ما يطالبش الحق ديالو في هاد البلاد هادي تنطاو لسيدنا وانت سيدنا وحنا واقفين معاك ديما ملكنا لانك تدافع على هاد السيد هذا تاخذ حقه تاخذ حقه من اللي قتلو من المسؤولين وتنقول ماشي المسؤولين الصغار المسؤولين الكبار اللي ضحاو به على سبيطو في الخبز وكنعاود نقولها حنا شعب مقهور فهادشي ديال الماكله وفهادشي ديال الخبز راه شي حشومه وعار عار علينا سيدنا هادشي اللي تيوقع على هاد السيد هذا الناس جايين من الحسيمه تيطالبوا بحقهم على هاد السيد هذا اللي مشى ضحيه على شي حاجه بسيطه علاش على الخبز ديالو تيبيع الحوت ما تيطالبش على شي حاجه اخرى تنطالبها وتنأكد اسيدنا هاد الشعب هذا وهاد البلاد هادي راه حنا امينه والشعوب اللي حدانا وجيراننا كلشي تيحسدنا عليها تيحسدنا على الامان وعلى هادشي اللي فيها كاملين وتنطالب يا سيدنا تاخذ حق لهاد الشهيد هذا وهاد الشهيد هذا راه ما وقتش حقه غدا عاوتاني غيجي واحد محسن فكري واحد اخر اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد. السلام عليكم ورحمه الله.